إنها السيدة المحترمة أمينة ربع. شرف البيت لك. الله فيك. وحي الزرقطوني زنقة سعود يتسلمها بالنيابة عن السكان ويقسم معاهم السيد أنيس غليش. هذا شوفوا منذ 10 سنوات نجازي ونميز الجمعية التي تعمل في القطاع الذي هي مهتمة به. الجمعية التي نتحدث عنها هي جمعية غير حكومية بطبيعة الحال، السيدة فاطمة القصري. أول مرة هذا العام، وهي جائزة شخصية الموسم وشخصية أصيلة في الحقيقة، فتعرفوا علاش. هو من رواد العمل الثقافي في أصيلة، وعضو في أول مكتب، بل عضو مؤسس لجمعية المحيط الثقافية التي تأسست في 1978. كبير. إنه أخي وصديقي العزيز أحمد بن علان. هذا المساء لحضور سكان مدينة أصيلة كما جرت العادة منذ سنوات، تقريبا نجازي السكان على صبرهم وعلى حسن استقبالهم للضيوف، وهكذا أعطينا جائزة للأم المثالية. كل عام نختار أما حققت أشياء بأطفالها، هذه أم عندها 11 طفل وطفلة وأنجزت بهم أشياء جليلة. كذلك كرمنا البيئة، أحسن حي في المدينة من حيث الزهور والورود والنظافة. كذلك كرمنا شخصية زيلاشية كانت من مؤسسي هذه المؤسسة منذ 43 سنة، وهو السي فتاح. على كل حال نحن مستمرون في هذا العمل، ونعتقد أنه جزء من الحركية النهضوية التي تتحقق في بلادنا بقيادة جلالة الملك. 17.31. الفائزة بشهادة البكالوريا المرافق مسلك التدبير المحاسباتي خولة أشهبون. اليوم جيت باش نحضر في هذا الحفل هذا ديال تكريم المتفوقات والمتفوقين، وجيت باش ناخذ الجائزه ديالي لحصولي على المرتبه الاولى في مسلك التدبير المحاسباتي مدينه اصيله. انا فرحانه بزاف الحضور الوجود ديالي هنايا، وكنبغي نشكر بزاف بزاف الاطر اللي سهروا على هذا الحفل هذا واللي نضموا هذا الحفل هذا بزاف، وكنبغي نشكر والديا حيت بفضلهم انا هنايا، وهما اللي دعموني طيله المسيره ديالي الدراسيه وكيدعموني ديما وباقي لحد الان كيدعموني ومازال ان شاء الله غادي يزيدوا يدعموني اكثر. كنشكركم بزاف. كنوجه رساله للتلاميذ باش يعني اللي عنده شي حلم يجري من موراه باش يحققوا، لحقاش شي حاجه ما كتجي بالساهل. ديما اون فوا دير شي حلم ما بين عينيك خاصك تقرا عليه، تسهر ديال بصح باش تقرا باش تحقق الحلم ديالك. وشكرا بزاف. تستثمر جهدا جيدا ما تقراه
لذلك نشيد بها ونحييها ونرجو لها مسارا موفقا. إنها الطالبة مروة جعفر. بالنسبه لي الكتابه شي حاجه اللي ضروريه بزاف اللي كتخلينا يعني كناخذ انا واحد وهي متنفس يعني قبل كل شيء بعيدا على الاسلوب والقواعد وداك الشيء. الكتابه واحد المتنفس كبير يعني كتقدر تخرج فيه وتعبر فيه على الاشياء اللي ما كتقدرش تقولها للناس، ما كتقدرش تحاور فيها مع يعني الناس الكبار. لهذا فجيت لهنا الاصيله انا بعدا زيلاشيه يعني 100% جيت لهنايا يعني مشيت المكتبة باش نكتب وكنشكر جميع الأطر ديال الأصيلة يعني من الأول الأخر ديالهم وكنشكر جميع الناس ديال الأصيلة. هالجائزة كان هذه راسي أنا أولى حيت أنا اللي كنبذل المجهود ديالي الشخصي. سعداء جدا بهذا التكريم لأن هو أول تكريم للصعيد الوطني اللي كيتم التكريم فيه الجمعية كتخدم في الصرع. وكنشكروا بزاف المنتدى على المساندة ديالنا من البداية ديالنا في 2012 إلى يومنا هذا، وهذا التكريم هو بمثابة تكريم لجميع الجمعيات على الصعيد الوطني، لأن كما قلت لك ما سبقش شي جمعية ديال الصرع تكرمت قبل. كان هذه طبعا الجميع ديال الجمعيات وحتى المرضى ديال الصرع، لأن كما كتعرفوا النسيان والإهمال اللي كانوا عايشين فيه، ولكن دابا الحمد لله بفضل هذه المجهودات وهذا العمل اللي كنعملوا المساندة بحال المؤسسات بحال مؤسسة منتدى أصيلة، الحمد لله غادي يكون واحد الدفعة كبيرة ليهم باش يقدروا يتماشوا مع المرض ديالهم ويتعافوا منه إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. نعم سيدي أعزك الله، في ختام الدورة 43 لموسم أصيلة الثقافي الدولي يتشرف خادم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مؤسسة منتدى أصيلة بأن يرفع أسمى عبارات الولاء والإخلاص لشخص جلالتكم وللعرش العلوي المجيد، وأن يعلم لكم عن عميق مشاعر الشكر والعرفان على رعاية جلالتكم السامية والدعم الموصول الذي تغمرون به كل عام مواسم أصيلة الثقافية الدولية.